السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناتي مع وصفة جديدة. أتمنى أنكم تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال يا رب. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم واحد الوصفة ديال بالكفتة. كتجي رائعة وسهل التحضير ومقادير بسيطة موجودة في كل بيت. نتمنى أنكم تبقوا معي حتى الأخير وتشوفوا كل شيء المراحل. وبلا ما نطول عليكم دوزوا المقادير وطريقة التحضير. عندنا جوج بصلات مقطعين صغار بهذا الشكل، وعندنا 120 غرام ديال الكفتة تكون طرية، وعندنا القشدة طرية، وعندنا جوج بيضات، وعندنا الفرماج ديال الماعز أو فرماج دو شيفر، عندنا العجينة المورقة، الفرماج المحكوك، وعندنا الزيت البلدية أو زيت العود. وبالنسبة للتوابل عندنا الثوم غبرة، الخرقوم البلدي، تحميرة، الإبزار، الكمون، ومن طبيعة الحال ما نسوش الملح. وبسم الله على بركة الله نبدأ طريقة التحضير. كناخدو البصلة ونزيدو عليها واحد جوج معالق ديال زيت العود، ونديروها فوق النار، وكيف ما كتشوفوا معايا كنحركو مزيان باش ندخلو هاد زيت العود في البصلة. وغادي نضيفو شوية ديال التحميرة، شوية الكمون، واحد نصف معلقة صغيرة من كل شي التوابل، وشوية كاكا ديال الملح ما تنكتروش بزاف، وشوية البزار، وشوية الخرقوم البلدي، والثوم غبرة، وغادي نحركو مزيان باش ندمج كل شي المكونات مع بعضياتها. وكنخليوها طيب واحد 3 دقائق، وعاد نضيفو عليها الكفتة. ودابا غادي نضيفو الكفتة اللي من الأحسن تكون طرية، ولا كانت عندكم في المجمد جبدوها قبل. وكيف ما قلت لكم في المقادير انا درت عير 120 غرام كافية في هذه الوصفة. لانه معها مكونات اخرين وما ولا داعي نكثر بزاف من الكفتة. وغادي نحركو مزيان، وغادي نخليوها طيب هكذا بحر واحد 3 دقائق، لأننا مازال غادي نكملوها في الفرن. ودابا غادي نطفيو عليها ونخليوها حتى تبرد، وندوزو ونوجدو الصلصة ديالنا البيضاء. غادي نضيفو جوج بيضات،
وغادي نضيفوا عليهم واحد 4 المعالق ديال القشدة الطرية أو الكريم فريش، وكيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو أنا عملت هنا القشدة شوية ثقيلة، ولكن نتوما تقدروا تعملوا القشدة سائلة ما كاين حتى إشكال، كيعطيو نفس النتيجة. وغادي نضيفوا عليهم واحد الحفنة ديال الفرماج محكوك ما يعادل 30 غرام، وغادي نضيفوا شوية كاك البزار، ما غاديش نكثروا بزاف لاننا ديجا عملنا في الصلصه ديال الكفته مع البصله، وغادي نضيفوا لي زيرب دو بروفونس، انا ديما كنضيف مع هاد الصلصه لي زيرب دو بروفونس كيتواتى معاها مزيان. وتنحركوا مزيان هاد المكونات وكنستمروا في التحريك، وغادي نوضعوها الى جانب ونكملوا المرحله الاخيره. غادي ناخذوا العجينه المورقه ونسرحوها فوق المول اللي كيمشي الفرن، وغادي نقطعوا دوك الجوانب ديال الورق السلفيغيزي، وغادي ناخذ واحد الفرشات ونتقبو مزيان العجينه ديالنا، وكيف ما كتشوفوا كان دوك القنات كنوركو عليهم باش ما يبقاو لينا مزيان اثناء الطهي. ودابا غادي نضيفو الصلصة ديالنا ديال الكفتة مع البصلة، بعد ما بردات من طبيعة الحال ما كنديروهاش سخونة، غادي تكون دافية، كنوزعوها على العجينة بطريقة متساوية، ودابا غادي نضيفو عليه الصلصة ديالنا البيضاء اللي وجدنا بالقشدة الطرية مع البيض والفرماج، وكنسرحوها مزيان فوق الكفتة، على كل شي الجوانب. صدقوني هاد
لاكيش كتجي رائعة ولذيذة، وأكيد إلا جربتوها وليداتكم غادي تعجبهم. ودابا ما بقى لينا إلا نقطعو الفرماج ديال الماعز، وكيف ما قلت لكم هذا الفرماج كيبقى اختياري، اللي ما عندوش يقدر يستغنى عنه، ولكن انا دائما كنعملو مع هاد لاكيش كيجي رائع. وكيتواتى مزيان مع هاد الصلصة البيضاء. واكيد الا جربتوه غادي تعرفوني علاش كنتكلم. وكنكونوا مسخنين الفرن على 200 درجه، ودابا غادي نعملوا لاكيش ديالنا في الفرن على 200 درجه الفوق والتحت. هاد الفرن كهربائي، والمدة ديال الطهي ما كتعداش 10 دقائق حتى 15 دقيقة. وها هو الشكل النهائي ديال لاكيش ديالنا، كتجي رائعة وكتجي معلكة من الداخل. وأكيد إلا جربتوها غادي تعجبكم، وكما العادة إلا جربتوها ما تنسوش ما تخليوا لي في التعاليق كي جاتكم. وما بقى لي إلا نقول لكم إلى اللقاء، إلى حلقة قادمة مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.